بسم الله ولا اله الا الله سيدنا نبينا محمد رسول الله. احنا في سوق طنطا يوم الاثنين ومعاكم قناه المواشي اليوم يوم 5/9/2022 وتعالوا نشوفوا البقر الوالد في سوق طنطا النهارده. صباح الخير يا معلمي. صباح العسل. اللهم صل على النبي. تاجر ولا جناح؟ تاجر. نتعرفوا باسمك طيب؟ سامع السيد. المعلم سامع السيد قاعد فين يا معلم سامع؟ في وسنا شغالين. الشرانيت كويسنا. الله يبارك لك يا معلم. الله اكبر. خلفت انت ولا ضقت؟ انت وكسره سته. وكسره سته بسم الله ما شاء الله. نعم؟ حلبناها بالسوق. وحلبتها بالسوق كم فجأة دي حليب؟ فيها لبن خير ياما. خير ياما يا جماعه لبن بسم الله ما شاء الله. كويسنا وتجار كويسنا. عامله كام الله وكيل بالمرجان؟ 38 ونص. 38,500 يا جماعه دبابات البقر الوالد في سوق طنطا. الله اكبر. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل عليك يا نبي. فرج ومل عينيك وصلى على حبيبك النبي. اللهم صل عليك يا نبي. الله اكبر. اللهم صل على النبي. طب معاك رقم تليفون ناخده حتى اصحايا كام يا معلم؟ 012 7 7 1 1 5 5 0 0 4 4 1 1 6 5 6 5. الله يبارك لك. الله يبارك لك يا معلمي. الله يبارك لك. عمره قد ايه الذكر ده؟ نتايا بنتي 3 ايام. الله يبارك لكم ويصلح حالكم يا معلمي. الله يصلح حالكم. اي حد يتواصل معاك تبع قناه المواشي اليوم بالله عليك تعمل معاه واجب. ماشي. صباحكم ابد ان شاء الله. الله يصلح حالكم يا غالي. البقر الوالد يا جماعه. الله اكبر. صباح الخير يا غالي. صباح الفل يا باشا. عامله كام والله الوالده دي؟ 22,000. بسم الله ما شاء الله. صباح الفل يا غالي. اللهم صل على النبي. يا ولد اثنين؟ ولد واحد. اللهم صل على النبي. دول اللهم صل على النبي. عامله كام يا حاج والله وكيل؟ 20. عامله كام؟ ده فاضيه لبن. فاضيه؟ فاضيه لبن اهو. عامله كام والله؟ عامله 17,300. 17,300 يا جماعه بقر لبن بسم الله ما شاء الله. 5 و5 لبن ومرضع جزء العجول ده. ومرضع جزء العجول دول الله يبارك لكم. شارينهم لوحدهم بكام دول؟ 21,000. 21,000 ذكرين صلاه النبي عليهم. الله يبارك لكم ويستحقكم يا رجاله. تجار ولا جنيين؟ طب ادينا رقمك لو حد عايز حاجه يتواصل معاكم. 010 010 17 17 3 4 8 5 6 3 ده اسمه طيب؟ محمد كشك من بخاتي. محمد كشك منين؟ من بخاتي. من بخاتي. الله يبارك لك يا حاج محمد. اي حد يتواصل معاك تبع قناه المواشي اليوم بالله عليك تعمل معاه واجب. ماشي يا رب. صباحكم ابد يا غالي. الله يسلمكم الحمد. اللهم صل على النبي على البقر يا جماعه. الله اكبر. عامله كام ده يا غالي والله؟ اللهم صل على النبي. كتبتوا بكام يا حاج رمضان؟ الحساب ده متسجل؟ اي استاذ رمضان مبروك ابو العالمين حمودي. الله يكرمك. كتبتوا بكام والله يا حاج؟ 25,000. ها؟ 25,000. صنعيه ايه طيب؟ لحمه يا جماعه ب 25,000 بسم الله ما شاء الله. الله يصلح حالكم رجاله وتوصلوا بالسلامه. نهاركم ابد ان شاء الله. البقر الوالد بسم الله ما شاء الله. خدته بكام يا غالي والله؟ اي رجع الله يسلمك. اللهم صل على النبي. صل على النبي على البقر الوالد النهارده بكام يا حاج خدته والله؟ كم؟ الله يبارك لكم. الله ما شاء الله. اللهم صل على النبي على الجاموس الوالد في سوق طنطا. الله اكبر. الله يقويك ويعينك يا حاج. خدته بكام والله؟ كم الجاموس؟ 32,000 بسم الله ما شاء الله. اللهم صل عليك يا نبي. اللهم صل على النبي على الجاموس الوالد. الله اكبر على الجاموس الوالد. صباح الخير يا عمدي. عامل ايه يا عم الحاج؟ كل سنه وحضرتك طيب. تتعرفوا باسمك؟ الحاج ابراهيم الاسيوطي. الحاج ابراهيم الاسيوطي. منين يا عم ابراهيم؟ من دمنهور. من دمنهور وتجار دمنهور اللي منورين في سوق الغربيه النهارده. بكام الوالده دي والله كانت؟ 33 والله. 33. صباح الفل يا غالي. نارك ابيض. الله يصلح حالكم. الله اكبر. دقيقه واحده. اللهم صل على النبي. 33,000 يا جماعه جاموسه والده. اللهم صل على النبي. دمنهور وتجار دمنهور اللي منورين في الغربيه النهارده. الله يسهل لكم الحال وتوصلوا بالسلامه. صباح الفل يا غالي. تاجر ولا جناح؟ تاجر. تعرفوا باسمك؟ احمد مصطفى حشيش. المعلم احمد مصطفى حشيش. كفر الزيات غربيه. غربيه. ايوه. ما مش انتوا مش قاعدين في كفر الزيات؟ صنطة البلد. صنطة البلد. الله يبارك لك. نتايه ولا ذكر دي؟ ب 12,600. نتايه؟ ذكر. ذكر ب 12,600 يا جماعه بسم الله ما شاء الله. وعندنا الكميه اللي موجوده. طب ادينا الرقم طيب. 010 010 1 7 4 60 60 760. اي حد يتواصل معاك تبع قناه المواشي اليوم بالله عليك تعملوا معاه واجب. اولاد ابو حشيش. اولاد ابو حشيش. الله يسلمهم. اللهم صل عليك يا نبي. الجاموس الثقيل بسوق طنطا. الله اكبر. عامله كام يا عمده دي والله؟ عامله ايه؟ عامله كام والله؟ 32,000. 32. صنعت ايه طيب؟ ايه؟ صنعت ايه؟ صنعت ايه؟ خش معاك. صنعت ايه؟ ايوه. ها؟ قفله.
يعني والده ولا فاضيه ولا لا 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 والحق وصلي على النبي عامله كام دول بجد الله والله والله 28000 28000 المعلم رضا مهدي الله يبارك فيك اللاعب الحق قاعدين فين يا معلم كبر حسام طب معاك رقم تليفون لو حد عايز حاجه يتواصل معاه كام الرقم 0100 94 77 514 اي حد يتواصل معاك تبع قناه الموش اليوم بالله عليك تعمل معاك الله يكرمك يا غالي الله اكبر بسم الله ما شاء الله أكبر. اللهم صل على النبي عامل ايه يا غالي بكام دي والله 37000 37000 يا جماعه يا موسى والد اللهم صل على النبي وستات لبن وستات لبن بسم الله ما شاء الله ورا انت يا صلاه النبي عليك ذكر اللهم صل على النبي تجار ولا جنين يا معلم لا تجار يا باشا منين حضرتك احنا من بشبش تبع المحل مشبوش المحله وتجار المحله الله يبارك لكم طب ادينا رقمك لو حد عايز يا موسى ولا حاجه اتواصل معاه رقم مش حافظه حبيب الله يصلح حالكم مفتوح المحل ناركم ابيض ان شاء الله الله اكبر على البقر الوالد بسم الله ما شاء الله صباح الخير يا معلمي الله يقويكم يا عيني اللهم صل على ابو المطامير وتجار ابو المطامير اللي منورين في طنطا النهارده نتعرفوا بالاسم يا معلمي شعبان حلوم ابو كشيك مركز ابو المطامير المعلم شعبان حلوم ابو كشيك مركز ابو المطامير بحيره والحاج محمد رحوم الله يبارك لكم الاسعار عامل ايه في الوالده النهارده حاج محمد الاسعار مرتاحه 100 اللهم صل على النبي 32000 و27000 27000 و32000 يا جماعه واللبن عشرات وذكر وانتهى واللبن عشرات الله يبارك لكم ابو المطامير وتجار ابو المطامير الله يصلح حالكم يا رجاله ادينا رقمك لو حد عايز حاجه يتواصل معاه 010 96 96 35 20 اي حد يتواصل معاكم تابع قناه المواشي اليوم بالله عليك تعملوا معايا الله يبارك لكم ويصلح حالكم وتوصلوا بالسلامه رجاله الحاج محمود الله يصلح حاله حاج نهاركم ابد ان شاء الله رجال الله يسهل لكم بسم الله ما شاء الله على العجول الذكوره الخليج سمنتال يا جماعه الجنيه في سوق طنطا الله اكبر اتفرج ومل عينيك وصلى على حبيبك النبي اللهم صل عليك يا نبي سوق محافظه الغربيه والوانات 100 بسم الله ما شاء الله اللهم صل على النبي صباح الخير يا معلمي نتعرفوا باسمك ماهر سعد الخط المعلم ماهر سعد الخط الله يبارك لك منين يا معلمي من قطور من قطور وتجار قطور الله يبارك لكم بسم الله ما شاء الله عمر قد ايه كده دول نعم عمرهم قد ايه عمرهم 4 شهور 4 شهور بسم الله ما شاء الله اللهم صل على النبي يا جماعه الله اكبر دي العجول الشبعانة يا جماعة اللي تفتح بيت بسم الله ما شاء الله عمر 4 شهور يا جماعة لو مع حد تاني قول 8 شهور صح يا معلمي؟ صح الله يبارك لك ويصلح حالك بكام الذكر من دول عامل والله؟ 27800 الاثنين الاثنين ب 27800 يا جماعة بسم الله ما شاء الله يعني موجود عندك عجول جنية من دي على طول لحد عندنا الله يبارك لكم ويصلح حالكم طب ادونا الرقم طيب يا معلمي حبيبي يا معلمي زي ما تعودنا عليه الله يبارك لك ويصلح حالك 03 وحيد 22 3 8 5 تجار قطور يا جماعه عملائنا الناس المحترمين المتابعين لقناه المواشي اليوم الناس اللي بتصور معانا على طول الله يبارك لهم الله اكبر المال الفاخر يا جماعه بسم الله ما شاء الله ربنا يبارك لكم ويبارك للي هيشتري ان شاء الله اللهم صل على النبي الله اكبر الله يبارك لك يا معلمي اللهم صل على النبي مالكم نظيف والله الله يبارك لكم بسم الله ما شاء الله يعني موجود عندكم عجول جنيه نظيفه من دي العدد اللي انت عاوزه الله يبارك لكم مثل حاجه حلوه ما تشتروش الله يبارك لكم دول ناس محترمين وما بتشتروش الا حاجه نظيفه احنا معاكم وزي ما عودناكم ما بنشتريش الا افخم حاجه الله يبارك لكم يا حاج بسم الله ما شاء الله اشتري بملك ما الله يبارك لك احنا تحت الامر اللهم صل على النبي يا جماعه الله اكبر عمر 4 شهور يا جماعه لو مع حد تاني يقول عمر 8 شهور و7 شهور والكلام دي الناس دي بتبقى عندها مصداقيه بمرض الله هنزلك كده حاج اللهم صل عليك يا نبي الله اكبر خليط السمنتال يا جماعه بسم الله ما شاء الله الله يبارك لكم الله متشكرين يا معلم واجعل صباحكم ابيض اي حد يتواصل معاكم تابع قناه المواشي اليوم بالله عليك تعملوا معاه واجب تحت امرك يا معلمي انتوا ناس محترمين يا حاج وبتنوروا عندنا على قناه المواشي اليوم متشكرين يا رجاله وصباحكم ابيض ان شاء الله يا حاج ناركم ابيض اللهم صل على النبي على البقر الوالد صباح الخير يا عمدي الله اكبر بسم الله ما شاء الله خدتها بكام والله؟ 27000 يا جماعه بسم الله ما شاء الله وراء انت يا صلاه النبي عليه الله يبارك لكم مصلح حالكم رجالي ناركم ابيض بكام الجاموسه الوالده دي خدتها عمري الله يسهل لك الحال مالكش دعوه بي اللايك والاشتراك لقناه المواشي اليوم عشان يوصلكم الاسعار يوم بيوم اشكركم على حسن المتابعه داخل مصر وخارج مصر اسيبكم في رعايه الله وامنه والى اللقاء يا خير الاصدقاء والسلام